تفضل. واهل الشرق يعني مش عايز اقول لك يعني احنا تحت امرك. الله يسلمك. نحن اولا نشكرك على ساحه القدس اللي نشوفك. شرف لينا والله. الله يسلمك. ونحن بين اهلنا وناسنا في القاهره. وهذه حقيقه دعوه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلمان بن محمد القاسمي لحضور هذا المؤتمر. متشكرين جدا والله، يعني ان شاء الله تشرفنا في الحضور الى الشارقه. احنا بنسعد جدا دايما بالحضور الى الشارقه والله، سواء تشرفنا في معرض الكتاب او في اي الامور الثقافيه الموجوده في اي وقت. كل سعادة لك. بدات الفكره من عنده احمد، اذا ممكن تعطي معنا الوقت. لا 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 انا طبعا هيك يمكن بعرف، انا ابن الكابتن طارق سليم وعمي الدكتور اسماعيل سليم طبعا. فطبعا هي احنا اول الموضوع بدا بانه بعد ما انا نزلت الوزن، نزلت 65 كيلو، وبعدين بدات اروح اعمل محاضرات في الاكتيفيست او 50 كيلو. كان يعني فهي الموضوع بدا من كده، فبدات اروح اعمل محاضرات في امريكا، ويست فيرجينيا ستيت يونيفرستي، اوهايو ستيت يونيفرستي، اكبر الجامعات في امريكا. وانا طبعا من جامعه الشرق واخد منحه رياضيه كامله من سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي. فقلنا انه جامعه الشرق هي اول جامعه ادتني منحه رياضيه كامله، وجامعه ويست فيرجينيا ستيت يونيفرستي هم اول جامعه دعتني للولايات المتحده الامريكيه ان انا اروح احاضر في اكبر الجامعات والمدارس هنا. قلنا احنا عايزين نعمل مؤتمر يكون زي ما الدكتور صلاح لسه متفضل، انه يكون فريد من نوعه، بمعنى ان احنا عايزين يكون في ملتقى، والملتقى ده بيجي فيه ناس من العالم كله. هدفه الاساسي ان احنا بندور لحلول لحياه افضل فعلا، مش من الناحيه البحثيه فقط ولكن من الناحيه العمليه، ان احنا عايزين الناس فعلا تطلع بحلول لحياه افضل. والهدف الثاني منه، وده طبعا احنا يكون لينا الشرف ان احنا ندعي معاليك فيه، ان احنا بنجيب الشخصيات اللي بيكون فيها وراها الاف الناس او وجودها، ان هو يقدر يساعد الناس ان هي تلاقي صحه افضل. منها ان احنا بندعم العلاقات بين الدول، منها ان احنا بنقرب المسافات شويه، منها ان احنا بنجيب ناس من العالم كله بتتكلم عن افكار مختلفة عن حاجات مختلفة. ده طبعا من يعني دعم صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي، وطبعا مدير الجامعة الدكتور حميد النعيمي والدكتور صلاح كرئيس اللجنة التنظيمية العليا بقى لنا حوالي سنة ونص. ممكن اشوف صور عندك صور ليك وانت طبعا وعلى النت كل ما في صور طبعا، وانا ولا تدريس ولا حاجة. وانت ده؟ هو كل ده صوري انا. لا كلها صوري. فهو الموضوع كله حضرتك معاليك بدا بان الطلاب في المدارس في امريكا وفي الدول دي قاعدين بيسمعوا قصه. احنا عايزينك تشوف التجربه دي يعني هنا في مصر برضو لازم. اتمنى. طبعا انت لو حكيت قعدت قد ايه في الفتره دي؟ انا قعدت 11 شهر، نزلت 65 كيلو، وانا عملت 123 محاضره امريكا. طبعا هي بتيجي محاضرات هنا طبعا. انا هقول لحضرتك المفاجاه ان بكره عندي هنا اول محاضره في مصر هي في رويال اكاديمي. ما شاء الله ما شاء الله، دي حاجه عظيمه جدا. وسفير لينا برضو يعني من المصريين في امريكا، ووالده وعمه اصدقاء يعني جدا يعني. عمه بيجي لي تقريبا كل شهر في زياره من الدكتور اسماعيل. ناس وابطال مصر يعني في الرياضه يعني. ما شاء الله بطل مصر في الباسكت يعني، افضل لعيب مصر في لعبه الباسكت. قال كان ليه دور في الموضوع ده ولا كانش ما يعني كله دلوقتي بيبقى ليه دور. سامعك على يا شباب نفس الرياضه وده عمل قويه جدا ان الوزير الوحيد في مصر اللي بيستلف الوقت ينام. دي كانت اقوى جمله توجهت الشباب نفسه مع الوزير. الدكتور رئيس الجامعه كان عايز يتكلم. طبعا الدكتور مين؟ الدكتور العظيم. وعليكم السلام ورحمه الله دكتور العزيز. الحمد لله يا فندم، والله يعني انا سعيد جدا وبشكر حضرتك جدا على هذه الدعوه الكريمه يا دكتور. والله ان شاء الله باذن الله يعني هنبذل كل جهد، ولو يعني لينا نصيب ان شاء الله هنيجي نحضر باذن الله. صاحب السمو ليه فضل علينا كبير والله، لانه هو يعني مسابقه الشارقه لطلاب الجامعات المصريه، المسابقه الثقافيه دي الحقيقه مش عايز اقول لحضرتك ليها دور كبير جدا في تحقيق حياه افضل فعلا لطلبه الجامعات، لان اصبح التنافس النهارده بشكل كبير جدا، واللي بيرعى المسابقه دي صاحب السمو وبيتقدم ليها بجائزه سنويه الحقيقه.
وهي يعني مسابقة فيها فن وإبداع، موسيقى وقصة قصيرة ورسم ومسرح. فمش عايز أقول لحضرتك يعني قد إيه جايبة نتيجة كويسة. طبعا صديق ده شرف فينا فنان هنا لما جه القاهرة وإحنا سافرنا هناك بعد يحكي لي عن ذكرياته الطويلة بقى، سواء في كلية الزراعة جامعة القاهرة أو سكنه في ميدان المساحة عند سعودي بتاع المساحة. فيعني حكى لي حكايات طويلة والله. والله احنا بنشكر على كل حاجة، بنشكرك على الدعوة الكريمة، والتحياتي لكل السادة يعني أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وإن شاء الله ربنا يسهل ونقدر نيجي بإذن الله في المؤتمر إن شاء الله. احنا والله يعني بنشتغل فعلا لإمارة الشارقة تحديدا، لأنها فعلا عاصمة ثقافية للإمارات. وأنا لما جيت هناك ولفيت فيها الحقيقة كل جزء فيها معمول بشكل تراثي وثقافي جميل الحقيقة. توفيق ان شاء الله يا فندم. توفيق يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. تصور يا فندم. احنا كمان عايزين التصوير بتاعنا بس الاعلام بتاعنا ايه؟ صور معانا خش العب.